أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا وإحنا موجودين في مكان خاص جدا، مكان مقدس، مغارة القديس يوحنا الرسول أو يوحنا المبشر ويوحنا الرائي. يوحنا كان موجود في أفسس وحدث اضطهاد شديد ضد المسيحيين هناك في أيام الإمبراطور دومشيان، وجابوه إلى المنفى إلى جزيرة باتموس في هذا المكان. وبحسب التقليد أنه كان موجود في هذه المغارة. الجزيرة، جزيرة باتموس، عبارة عن جزيرة فولكانية، ومثل ما شايفين الصخر الأصلي لهذه المغارة كان موجود حتى هذا المكان. ومن وين أنا واقف، هذه الكنيسة أو تشابل بناها خريستودولوس في القرن الحادي عشر في سنة 1088، وأيضا الكنيسة الكبيرة تخليدا للقديس يوحنا. هذه القسم بني تخليدا وتكريما لوالدة القديسة مريم العذراء، القديسة حني، وطبعا اسمها كمان على اسم أمه لخريستودولوس نفس الاسم. والإمبراطور اللي أعطى التصريح لهذا البناء لخريستودولوس كمان والدته اسمها حني. فهذا المكان كان كله مفتوح على الجبل وعلى البحر، وهون يوحنا الرسول شاف إعلاناته اللي بيتكلم فيها عن آخر الأيام. يوحنا جاء بسبب الاضطهاد الشديد، ويقال أنه كان موجود في هذه المغارة. وخلينا نفهم أنه بحسب الكنيسة الأرثوذكسية بعلموا التاريخ عن طريق الأيقونات، تتكلم عن تاريخ الكنيسة المسيحية القديم. يوحنا لما كان موجود في هذا المكان استلم إعلانات من الرب يسوع المسيح. وفي بعض الأمور في هذه المغارة، مثل منشوف المكان اللي كان يحط راسه عشان يرتاح، كان عمره كبير وكان شخص أو رجل عجوز، وعشان يوقف عشان يقوم لازم يتكئ حتى بالصخر في مكان وين إيده كان بيتكئ. ولما كان بيستلم الإعلانات عن طريق الملاك، كان بيتكلم هذه الإعلانات لتلميذه بروخوروس اللي كان بيسجل، يعتبر زي السكرتير، بيسجل هذه الإعلانات. ويقال إنه المنبر أيضا موجود وين كان بيكتب في هذا المكان. طبعا التاريخ جميل جدا اللي بعرفنا عن هذا العمل العظيم من خلال الأيقونات. طبعا بحسب سفر الرؤيا الإصحاح الأول، لما شاف الرب يسوع ابن الإنسان في وسط السبع مناير، على إيده اليمين سبع كواكب، سيف ذو حدين كان يخرج من فمه، وأيضا في يده كان مفاتيح الهاوية والموت. وكل هذه الرموز الحلوة اللي بتتكلم للكنيسة وللتحذير وبنفس الوقت لتشجيع المؤمنين في تلك الأيام.